آخر مكان. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم تم اجتماع خاص بتجديد أعضاء مكتب جمعية الفضاء الأخضر للبيئة والتنمية والسلامة، وهي فرصة لضخ دماء جديدة من أجل بناء جديد للجمعية وتجديد رؤية للجمعية من أجل عمل أكثر داخل البيئة، سواء داخل صوب أبي الغرب أو على المستوى الجهوي والوطني أيضا. هذا اللقاء أيضا عرف فرصة، هي فرصة أيضا للتعارف مع باقات محلية شابة طموحة وباحثين بيئيين. تشرفت الجمعية أيضا بتواجدها داخل المكتب. وضع المكتب أيضا برنامجا طموحا للعمل سواء على المستوى المحلي كذلك على المستوى الوطني. أولا وقبل كل شيء أتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى الأعضاء اللي كانوا في المكتب من قبل ولا دابا، للأعضاء المنساش الخير ديالهم، الأعضاء القدام اللي داروا بالصنة ديالهم في هذه الجمعية. اليوم تم تجديد المكتب ديال جمعية الفضاء الأخضر للبيئة والتنمية المستدامة بدار الشباب 3 مارس سوق الأربعاء الغرب. الأهداف بصفة عامة هي إيكولوجيا، تحظى باهتمام ما هو إيكولوجي بالأشجار، الغابة، الأشجار، الماء، التربة، الحيوانات، المحيط اللي كيعيش فيه الإنسان، وفق برنامج وأفكار صائبة ومعارف نافعة. وعندي ثقة كاملة في هذا المكتب، فيه أساتذة أجلاء محترمين لا عدوا بهذا المجال، سواء في مدينة سوق الأربعاء الغرب. كنتمنى من الله سبحانه وتعالى يوفقني للخير بالتضافر ديال السلطات المحلية المشكورة والسيد وبإدارة المصالح الخارجية، الله يوفقنا للخير. شكرا للصحافة على الاستجواب، نتمنى خير إن شاء الله. طبيعة الحال شغوف للعمل الجمعوي، كانت دعوة كريمة من السيد الرئيس السابق لسيدي فؤاد للحضور في هذا الجمع التأسيسي أو التجديد لجمعية الفضاء الأخضر للتنمية المستدامة، بحكم الميول ديالنا والتواجد ديالنا في جامعة البحيرة اللي كتمتاز بالمرجة الزرقاء بالفضاءات الغابوية إيكولوجية والماء الصالح للشرب، خصوصا دوار وادي يوسف اللي كيعاني من نقص حاد في الماء الصالح للشرب. كان هذا هو الدافع بحكم ميولي تحركاتي في هذا الجانب، هذا خلاني باش نجي نحضر نشارك هذا الجديد هذا، وشرفني الحضور وشرفني الدخول للمكتب ديال هذه الجمعية. نتمنى نكون فاعل خير وتكون التحركات ديالنا في إطار بيئي محض، لانه نحن في امس الحاجه لهذا النوع ديال الجمعيات، واللي كنتمناو نكونوا نشيطين ونحركوا هذه الجمعيه لما فيه الخير للمنطقه ديال جماعه البحيره بالخصوص والمنطقه ديال الغرب بصفه عامه. وشكرا جزيلا لكم.